تقوم الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي بوقفة احتجاجية اليوم في إطار توجيهات الأمن الوطني الاتحاد المغربي للشغل التي قررت شهر من الاحتجاج عبر ربوع المملكة. اليوم الوقفة اليوم هي وقفة تعبير عن احتجاجنا الصريح على الحكومة على قراراتها التراجعية، على تنزيلها لمشاريع قوانين تراجعية تخص تكبيل الحق النقابي وتكبير الحريات النقابية، كذلك أيضا على قرار الحكومة بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي إلى الخواص والتي هي ملك للطبقة العاملة وأنشئت مدخرات الطبقة العاملة. كذلك هذه الوقفة الاحتجاجية هي احتجاج على الحكومة على الوضعية المزرية للممرضين والممرضات المتعاقدين مع مصحات الضمان الاجتماعي الذين لا يصرح بهم صندوق الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على تغطية صحية ولا يتوفرون على تغطية على حماية اجتماعية. إذن هذه الوقفة هي في مدينة الدار البيضاء وأيضا عبر ربوع المملكة في مدينة العيون، أكادير، مراكش، سطات، الرباط، فاس، مكناس، طنجة، وجدة.